بالنسبة لوضعية الحريات خلينا نكونوا عادلين، يعني التوانسة ما شافوش فترة متاع حريات قد الفترة من الثورة إلى الآن، وإلى حد أنه الحريات أحيانا أصبحت في بعض الحالات تعني الفوضى أحيانا، لكن هذا ما هوش سلبي باعتبار أنه نتعلم الناس كل، وأن هناك نوع من التمرد على المؤسسات القديمة وعلى أشكال السيطرة القديمة وأشكال السلطة القديمة، هذا أمر طبيعي. تصوير هنا ثم درجة دنيا من الموضوعية يلزمها تتوفر هنا باش تقييم الوضع، تقييم الوضع ما يدخلش في المناكفات السياسية وفي يعني التنافس السياسي بين الحكومة وبين أو بين من هم في الحكم وبينهم بين من هم في المعارضة. أنا الأخت مية يعني شدني بعض العبارات في ما تفضلت به، عبارة قالتها اللي هي عقاب جماعي، وأنا في الحقيقة هذه عقاب جماعي ذكرتني وكأن الأمر يتعلق بإسرائيل.